أنا ما زلت عند كلامي وما زلت متأكدة من نفسي وعندي ثقة كبيرة في الناس اللي جابوا لي الخبر، كما عندي الثقة في ما وبويا الله يرحمه. كما عندك أنت الثقة في أمك وبوك وفي نفسك، أنا عندي الثقة في هذا الإنسان أو الإنسانة اللي جابوا لي الخبر وعطيتكم اسمي ونكوتي وأنا وين ساكنة، وقلت لكم اللي بغى يشارعني يشارعني، يقابلني بوتفليقة حي، يرزق يتكلم مع شعبه، مش يتكلم مع كيسموه الأخضر إبراهيمي. أنا نشوف الورقة هنايا اللي كتبت بعض الأسامي اللي ما عمري ما سمعت بهم وما خصنيش نسمع بهم وما يشرفنيش نسمع بهم لأنهم ما هم جزائريين. ما يعرفش. انا باغي نفهم هذاك السيد اللي هذاك الفيديو، هذاك اللي ما نسميهش انا فيديو، نسميه مونتاج، نسميه فبراكه، نسميه تسخير. انا في الفيديو اللي فات قلت باللي نزل المستوى تاعهم لاكراش، بصح هذه المره المستوى تاعهم ماشي نزل لاكراش، نزل المستوى تاعهم لادنى من لاكراش، انهم يحاولوا يستخفوا بشعب عظيم كما شعب الجزائر، الشعب بهذه الكمية الهائلة، بهذا العقل اللي عطاهولنا ربي، بهذا الحكمة اللي عطاهولنا ربي، بهذا المجاهدين والشهداء. يسموها بلاد الخير ما كيسموهاش بلاد طيريري تاعهم اللي جاو منها وراهم جايين مجموعين في الكراسة تاع بلاد الأحرار وقاعدين يزعقوا علينا. ما كوش تزعقوا علينا، راكو تزعقوا على أرواحكم. هذه الخطرة غادي نهدر ونطول شوية، سمحوا لي المرة اللي فاتت سيد نختصر الكلام. فكاين الناس علقوا على هضرتي باللي هذا وهذا. انا ديجا ما عمري ما درت لايف، مانيش موالفه نهضر مع الناس. درت زوج ولا ثلاثه تاع اللايف، حطيته في الفيسبوك تاعي بريفي كيما قلت. اما هذا الفيديو راني سوري ساختن باللي غادي يدور ويدور ويدور ويدور، وعلى مسؤوليتي كيما راني نقول وكيما قلت ونعاود نقول، على مسؤوليتي التامه. بوتفليقه مات الله يرحمه، واللي يقول عكس هذا يخرج لي بوتفليقة ليا أنا كشعب، ليك أنت كشعب يا جزائري. علاش يخرج كيسموه الأخضر إبراهيمي ويهضر معاه، ومن بعد يخرج لي أنا الأخضر إبراهيمي يقول لي واش قال السي بوتفليقة ليه؟ علاش بوتفليقة ما يخرج ليش ليا أنا الشعب؟ الشعب أنا بوتفليقة راه خدام عندنا احنا الشعب، ما راش خدام عند الأخضر إبراهيمي. يخرج لي أنا الشعب يهضر معايا ويقول لي انا راني مستقيل، علاش يخرج لافوكا تاعه؟ سمحوا لي على تعبيري هذا اللي غادي يكون شويه منحط، ماشي قصدي ليكم والله العظيم. سمحوا لي، وانما تعبيري موجه للخضر ابراهيمي والناس اللي حوسوا يستخفوا بينا احنا كشعب عظيم. ربي خلقنا وكرمنا كبشر، عندنا مخ نخمو به، عندنا لسان نهضروا به، ما يجيش الخضر ابراهيمي يزعق علينا. سمحوا لي على هذا التعبير. اما الخضر ابراهيمي استعمل هذاك الاسلوب تاع قديم الزمان، كان العروسه كانوا يدخلوا لها الشومبرا تاعها ويخرج كشي حد من الشومبرا تاعها يقول لنا الا راهي فيرج ولا ماشي فيرج. هكاك دار الخضر ابراهيمي، خرج من الشومبرا تاع بوتفليقه وخرج باش يقولنا بلي انسحب من الترشح. بوتفليقة ينسحب من الترشح يبلغك انت باش جيت تبلغنا حنا؟ علاش ما يخرجلناش لينا فيس تو فيس، وجها لي وجه ويهضر معايا ويقول لي يا شعبي الكريم انا مانيش منجم، مانيش مستحمل، كيما قالها لك ليك يقولها لي ليا، مانيش مستحمل ومانيش منجم وراني عيان وباغي نستقيل ولا باغي ننسحب. اش يقولها لك ليك؟ ولا على الاقل قالها لك ليك، خلي لك في ودنك ما ينجمش يرفع صوته يا خويا، حطها لي قدامك في الكرسي وقابل الصحافه كلهم وقابل الشعب وهدر انت في بلاصته. نتقبلها من المريض نتقبلها، ويخلي لك في ودنك وانت تقول لي بصح يجمع قدامك، مش انت تدخل الشومره تهدر معاه ومن بعد تخرج وتهدر معايا.